اهلا بكم. نتحدثوا اليوم في هذه الحلقه هذه على الدعوات تلقات باش المغرب حتى هو يمشي على غرار دول اخرى بالحظر ديال تيك توك اللي وصفوه بعض الناس بموقع يجوج وماجوج. المنع ديالو واجب وطني لانه من سكت تغلب عليها المواضيع التافهه الهابطه وقله الحياه والتصريف ديال الامراض النفسيه. أنا سمكة. رأيك يقول أن التيك توك ضمن وسائل التواصل الاجتماعي أخرى دمر السلوكات ديال عدد من المراهقين والتلاميذ وناس سارين وتسببات في كسل ديال التلامذ مسيطر عليهم ما عندهم حتى رغبة في التحصيل المدرسي. المشكلة الكبيرة هو استغلال أباء ديال الأطفال ديالهم في هذه الوسيلة ديال الرقمية في تسول الأرباح في نداءات واضحة للمتابعين ديال المحتوى ديالهم في الصفحة بالتكبيس كبيسوا. تكبيس يا شباب ادو حنا مع بعض. وهي خاصية الضغط والتفاعل كتسمح بالانتشار وكتحصل على عائدات مالية. هنا كيناديو العدد من المغاربة باش تدخل الدولة وتصنف هاد الأطفال هادو وتصنف الأفعال في جرائم التجارة بالبشر لأنها مرتبطة بما هو حقوقي وبما هو أخلاقي وبما هو قانوني. وتحتاج للجريم ديالو باش يتم الرد على هذه المشكله هذه اللي اصبحت مستشريه في قضاء في الفضاء ديال تيك توك بشكل محدد. وكاين راي اخر كيقول لك انه ما كاينش اللي كيلزمك تفرج في اي محتوى ما تيتلائمش مع القناعات والتربيه ديالك وان شرائح من المجتمع كتعيش من خلال هذا التطبيق هذا. وكان محتوى تواصلي كيتطرق للمواضيع دينيه سياسيه ثقافيه مفيده. المشكله كاينه في الناس اللي باغي بالغين ولكن المراهقين والاطفال وهما اللي ضحيه والرقابه ديال هذا المحتوى اللي هو مسيء للمغرب والمغاربه بالموازاه مع التوعيه بثقافه تبليغ المواطن داكشي اللي كيشوفوا انه مسيء للصوره ديال المغرب من اجل التحقيق ديال ارباح ماديه. وكيواجه التطبيق المملوك للشركه بايت دانس الصينيه العملاقه للتكنولوجيه وكيستخدموه العشرات ديال الملايين من الامريكيين دعوات في امريكا من المشرعين باش يتمنع على مستوى البلاد كلها بسبب احتمال استغلال الحكومه الصينيه لهذا التطبيق هذا. بحسب تيك توك في واحد البيان نشروا فاكثر من 150 مليون امريكي من بينهم 5 ديال الملايين الشركات كيستخدموا التطبيق باش يكسبوا المعاش ديالهم والتواصل في الفصول ديال الدراسه والمشاركه في الانشطه الاجتماعيه يعني مقبول يعني كيبغيو يقولوا انه مفيد. ضمن قائمه طويله من الدول اللي كتمنع التطبيق ديال تيك توك زادت دعوات باش يتحضر هذا التطبيق هذا في المغرب بسبب تزايد ديال انتشار ما يوصف بالمحتوى المسيء للقيم المغاربه. في اشاره للمشاركه ديال الاشخاص اغلبهم شباب من الجنسين فيديوهات كيرقصوا كينفذوا تحديات مقترحه من المتابعين ديالهم فيها مشاهد حاطه بالكرامه او عنيفه او عندها ايحاءات جنسيه. وبالرغم من ان كاين اللي كيقول ان الحظر ديال هذا التطبيق هذا غير مجدي في عصر الفي بي ان ومتصفحات مثل تور اللي كتمكن المستخدم من تصفح اي موقع ولو كان محظور وكيشكل التطبيق ديال تيك توك تخوفات امنيه اخلاقيه عند بعض الدول اللي داخله في خلافات مع الصين. على سبيل المثال في مارس 2023 تمنع في الاتحاد الاوروبي هذا التطبيق هذا بسبب مخاوف تتعلق بالامن الالكتروني. بريطانيا حتى هي منعت تيك توك بسبب مخاوف من امكانيه وصول الحكومه الصينيه لبيانات الهواتف الرسميه. وعلنات استراليا ايضا انها غتحظر تيك توك على الاجهزه الالكترونيه الحكوميه. وقبل من هادو ايضا منعت تايوان في 2022 تيك توك وحذر المكتب ديال التحقيقات الفيدرالية من ان التطبيق كيشكل خطر على الامن القومي. الهند ايضا في يونيو 2020 الى جانب تطبيقات صينيه اخرى تجنبا للمساس بالسياده ديال الهند والسلامه ديال الامن ديالها.
المستوى الدول العربيه من عاد شركات الاتصالات السعوديه التطبيق ديال تيك توك، من الباقات ديال الانترنت، من بعد حمله شعبيه واسعه مقاطعه هذا التطبيق هذا في السعوديه، والشكاوى ديال المستخدمين كتتعلق بفرض المنصه قيود على المحتوى السعودي. في المغرب اللي باغين يحضر اللي باغين يحضروا هذا التطبيق هذا برروا بالمخاطر المترتبه على استهلاك المغاربه خاصه الاطفال والمراهقين لهذه المحتويات على مستوى النفسي والقيمي، فضل على تاثيره على الصوره ديال المغرب دوليا، وحمايه الشباب من التضليل. رفضوا المغاربه استغلال الاطفال والجسد ايضا ديالهم فيما وصفوه بالسعايه للارباح الماديه. ومن الوظائف الرئيسيه ديال الاسره المراقبه ديال داكشي اللي كيكون في الشاشه ديال الدراري ديالهم، وحثهم على المشاهده ديال المحتويات التعليميه اللي هي مفيده ومفرده، وتشجيعهم على الهوايات اللي مفيده كالرسم والموسيقى والرياضه وغيرها. وبالرغم من هذه الدعوات، الحظر هذا التطبيق في المغرب راه ماشي سهل، حيث قال المصطفى ملوي رئيس ديال المرصد المغربي للسياده الرقميه أن هذا الأمر هذا مستبعد. علاش؟ بالنظر لاختيارات المغرب في مجال الحقوق والحريات. ومع ذلك تنقل أنه خاص مدونة قانونية وإخلاقية للتعامل مع هذه الوسائط الرقمية بشكل كيحفظ الأسرة الهيبة ديالها من بعض الناس اللي غرضهم هو التكبيس. وبزاف ديال الناس سيتفقوا مع إغلاق تيك توك كضرورة ملحة، لأن بعض التافهين والتافهات وجدوا فرصة باش يمرروا سلوكات خايبة، قلة الحياة والذل والانعدام ديال الكرامة الإنسانية والمتاجرة بالأطفال والتسول ايضا بهم. ماشي غير تيك توك، جميع البرامج اللي فيها الزوين وفيها الخيب، وفاش ما درتي راسك غادي تلقاه. لكن كاين ضروره مستعجله باش يتم تشريع قوانين صارمه في مواجهه المحتويات المنشوره على هذه وسائل التواصل الاجتماعي. كيرغيزستان الدوله اللي هي في اسيا الوسطى اللي كتجاور الصين حتى هي من عادة التطبيق هذا اللي هو واسع الانتشار، وكتهم السلطات بعدم الحد من الوصول الى المعلومات الضاره بصحه الاطفال والنمو ديالهم. واكدت الوزاره تلقيها كثير من الطلبات المتعلقه من منظمات غير حكوميه بحول التاثير ديال الضرر ديال هذا التطبيق هذا. وكان المرصد المغربي للسياده الرقميه من الاوائل اللي حذروا بشان الانحدار الخطير اللي كتشهدوا المحتويات ديال منصات التواصل الافتراضي بالمغرب، وطالب بالتدخل ديال السلطات الحكوميه والامنيه من اجل وقف التداعيات ديال هذا التطبيق على الصحه النفسيه ديال الافراد المجتمع المغربي والسمعه الرقميه ديالو. كاين اللي كيقول ان منصه تيك توك فضاء التعبير، فضاء الابداع، فضاء الابتكار، وسيله التواصل، ولكن الخطوره ديالها كتجلى في الهشاشه ديال البنيه من حيث الحمايه ديال المعطيات الشخصيه والانعدام ديال تقنين استعمالها. الشيء اللي حولها الوسيله فاضحه للمستعملين ديالها وبؤره للروتين اليومي الفاضح والمتسلل للبيوت، وواجهه الاجساد ديال الاطفال والنساء بشكل خاص بدعوه التحرر وبدعوه التعبير عن الراي. الحل هو تقنين استعمال تيك توك والترشيد ديال استغلاله وحسن استثماره، تستوجب التدخل ديال هيئه تعقب المستعملين بشكل توعوي تحسيسي اولا بمحاسن التطبيق، وتوضيح الفرص اللي كيفوتها بعض الناس ما كيعرفوش يستثمروا هذه المنصه هذه باش يبدعوا باش يبتكروا باش يتواصلوا، والتوضيح ديال المساوئ استعماله بشكل خاطئ فيما يؤدي الى عقوبات ومتابعات قضائيه. يمكن نتفق مع الراي القائل ان الخطا في عدم التوجيه والتوعيه ماشيش في المحتوى ديال الانترنت، والمطلوب هو بذل جهد في تربيه الابناء والاهتمام بهم توجيههم. زيد على هذا ان التشريع والتوعيه ضروريين باش يحميوا الاطفال والمراهقين من اي استغلال حتى ولو كان من الوالدين نتاعهم. في امان الله.